اهلا بحضراتكم من جديد في ترند الاهلي. اكيد في تفاصيل كتير جدا بتخص النادي واكيد كلام كتير على السوشيال ميديا، فبالتالي خلينا نبتدي بالحساب الرسمي ليه في الجول على فيسبوك، واللي بيتكلموا على ان استاد القاهره جاهز لاستضافه نهائي دوري ابطال لافريقيا اذا دعت الامور لذلك. وده كان تصريح لوزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، وطالما الدكتور اشرف صبحي اتكلم في الاتجاه ده اذا في احتماليه كبيره باذن الله ان المباراه تنقل من استاد برج العرب لاستاد القاهره بسبب الظروف المحتمل حدوثها في هذا التوقيت يوم 27 نوفمبر. ممكن يكون في نوى وسيول وامطار وكلام من ده، فانت تتجنب كل هذه الامور وتلعب في استاد القاهره. ما فيش اي عوائق تخليك ما تلعبش في استاد القاهره، يعني موضوع البذور وتغيير البذور الشتويه وكلام من ده ممكن تاجله شويه، مش مشكله كبيره. والجانب الامني طبعا على افضل ما يكون، فما فيش اي ازمه. واحنا اتكلمنا في القصه دي امبارح بكل التفاصيل. الشروق نيوز على تويتر قالوا ان الجنايني ليه تصريح وبيقول انا بقاوح لدخول الجماهير في نهائي افريقيا والدوري. وكانت تصريحات للاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم، وقال ان هو بيقاوح وبيحاول على قدر المستطاع انه يخلي في حضور للجماهير كمان في المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا زي ما كان بيحاول في بطوله الدوري. لكن القرار مش قرار الاتحاد المصري لكره القدم بس، في لجنه طبيه في الاتحاد الافريقي وهم المنوطين، او الاتحاد الافريقي هو المنوط بتنظيم البطوله وتنظيم هذه المباراه، فالقرار هيرجع له هو في الاول وفي الاخر، لان هو كان واخد قرار اصلا ان مفيش جماهير على مدار البطوله حتى نهايتها. هنشوف ايه التعديلات اللي ممكن تحصل خلال الفتره اللي جايه. خلينا نروح للوطن سبورت على تويتر، واللي بيتكلموا على ان موسيماني ينتظر 9 تقارير عن لاعبي الاهلي الدوليين، وده بخصوص الست عناصر اللي موجودين في المنتخب الوطني الاول والعناصر المتواجده في منتخب مختلف المنتخبات الاخرى سواء جيرالدو في انجولا، اليو ديانج في مالي، وايضا علي معلول في تونس. وهيكون في متابعه عن كذب بالنسبه لهؤلاء اللاعبين عشان تقف على حالتهم سواء البدنيه او الفنيه قبل المباراه النهائيه لبطوله دوري ابطال افريقيا. طيب نروح لبوابه اخبار اليوم على تويتر حسابهم الرسمي. مجلس الاهلي يجتمع اليوم لحسم هذه الملفات، ويتكلموا يعني ان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي وده حقيقي النهارده. الاجتماع ابتدى في تمام الساعه 5 مساء، والاجتماع ده هيشهد التطرق لبعض الملفات سواء الانشائيه او الجوانب الاجتماعيه الخاصه بالنادي او حتى الجوانب الرياضيه واعتماد بعض القرارات المهمه اللي بتخص النشاط الرياضي. ده هيكون من خلال اجتماع اليوم اللي بيجرى في هذه اللحظات بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طيب سوبر كوره بيتكلموا على ان الاهلي يقرر تاجيل تدعيم الجبهه اليسرى ويغلق ميركاتو الصيف. الاجتهادات هتكون كتير جدا في الاتجاه ده وفي الجانب ده بخصوص الانتدابات والاستغناءات، وكله هيكون مجرد اجتهاد لما او حتى لما نلاقي ان شاء الله باذن الله قرارات رسميه من قبل الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. لكن كله مدروس والقرارات هتكون قريبه، بس هم يعدلوا موضوع القيد الاول. طيب انا هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل اخر فقره في حلقه الترند النهارده، استنونا.